وصلت مطار هيثرو في لندن يا سيدي، واستقبلك الملحق العسكري مين كان؟ الملحق العسكري كان سليم كراتشي، نعم، رحمة الله عليه. ليش؟ سليم كراتشي، ومين معه استقبلك كمان؟ وكان معه المرحوم فخري أبو نوار، نعم، كان سكرتير النادي وسكرتير السفارة، نعم، سكرتير الملحقية. نعم. واستقبلونا في المطار وجابونا للنادي، وقعدنا بنادي الضباط الأردنيين. كان في نادي مستأجر الجيش الأردني، يعني 3 طوابق في أبر فيلمور جاردنز، وظلينا هناك إلى أن التحقنا بدورتنا إحنا. طب كملت الدورة، رجعت للأردن، عينوك وين؟ في نابلس أعتقد. بعد الدورة أنا كنت رحت لبريطانيا من الخليل، من الخليل رجعت لقيت حالي منقول لنابلس. هذا 1950 كأنه؟ سنة 1952. يعني بس بدي أقول لأعزائي المشاهدين، مش شطارة بي، أنا قرأت كتابك اللي أنا بعتز فيك، وكتاب يستحق القراءة للأمانة. نعم، سنة 52. نعم. رجعت على نابلس، رجعت يعني لقيت حالي منقول لنابلس. كان قائد منطقة نابلس المرحوم عبد الرحمن الجمل، نقلني رأسا، عيني قائد مقاطعة جنين. وبنفس الوقت رحت استلمت مقاطعة جنين، وبنفس الوقت كنت ضابط ارتباط تابع للجنة الهدنة. طيب لما بدي اتذكر بعض الاسماء، في عندي حلم العبوشي، في عندي سليمان القضاقه وعباس الفهوم، هذولا كانوا في نابلس. هذول في جنين. في جنين. سليمان القضاقه كان قائم مقام، رحمه الله عليه، استاذي برضه، هو الاستاذ سليمان القضاقه رحمه الله عليه، استاذي كان زمانه باربد بالمدرسه الثانويه. هو كان قائم مقام جنين. نعم. وعباس الفاهوم كان قاضي الصلح، وحلمي العبوشي، وحلمي العبوشي رئيس البلدية، بلدية جنين. بلدية جنين. أول ما وصلت هناك تعاملت أيضا مع قضية بدي أشغل فيها كثير، هي يعني أقدم أهالي قباطي أعتقد. نعم، هذه على إحراق منازل. أول ما وصلت هناك استلمت شو اسمه، في تعرف أهل قباطية كانوا معروفين بالسلب على الطريق العام. وأنا كنت باخذ فكرة عنهم قبل ما توصل يصير الحادث. فأخبرت من قبل المخفر هناك أنه أهل قباطية هجموا على قرية الزبابدة، اللي هي اخواننا، يعني قريه الزبابده اخواننا المسيحيين هناك، واهل قباطيه مسلمين، فانه هجموا عليهم وحرقوا القريه. فكان في بنفس التيجرت بيلدينج، اللي هي عماره البوليس اللي تبع البوليس الفلسطيني السابق، اللي هي العماره الانجليزيه، كان في سريه من الجيش الأردني بقيادة المرحوم سليمان الشرمان. نعم. مين؟ سليمان الشرمان. نعم. من الشرمان. نعم، يعني بس بدي أشير أنه عم بنستمتع بالصور اللي بنشوفها لأخونا أبو عمر، اللي بتحكي قصة تاريخ الأردن والجهاز الأمن العام في الأردن، وتاريخ رجل بيستحق أنه نقول هذا أردني بامتياز. تفضل يا سيدي. طبعا رأسا أنا خبرت قائد السرية، لأن موضوع حساس كان، من الشوبك هو سليمان الشرمان. نعم. ورحنا بمعية الله، وأخذت جنود من الدرك معي من الفرسان، ورحنا لهناك. وطبيعي ما اعترفوش أهل قباط يمين، كان في، ما كانش في إطفائيات، كان في تنكات مي. نعم. عادية، وقدرنا نطفي الحريق في قرية الزباب ده بالتنكات المي. وبعدين ما اعترفوا، فاضطرينا نحكم البلد حكم عرفي، خلينا الرجال، عملنا سليمان الشرمان الله يرحمه حط حوط
يعني كان لازم اتخاذ اجراء باسلاك شائكه حلزونيه وحطينا فيها الرجال والشباب والنسوان وديناهم للشو اسمه بلشنا يعني قمتوا بدوركم ك قمنا بدورنا بعد الى ان اعترفوا مين اللي الى ان اجاني المختار وقال لي بس يا سيدي احنا بنسلمكم سلمونا لما بتتذكر هذيك الايام عمر شو بخطر ببالك ذكرياتك هذه فعلا يعني انا بيخطر ببالي انه الشده مليحه وقت الشده في مشان ايقاف الاخلالات بالامن نعم. ما في طريقه الا الشده الحزم يعني الحزم نعم. يعني في هذاك اليوم لو شويه رخاوه مش بس هذاك اليوم من هذيك الايام اللي كان فيها الاجرام متفشي خاصه في مقاطعنا لو الناس هذول المجرمين لو شعروا شويه رخاوه من تتفاقم من الشرطه او من فكان استفحلوا في نعم. طب تسمح لي اذكرك موضوع اخر ما دام هيك معروف انك انت شخص بالعمل ما بتهادن وبتنفذ التعليمات بشكل ايضا فجاه اتصل فيك مساعد مدير الامن العام اعتقد وقال لك اتحرك فورا لمادبا لمشكله عشائريه كبيره بتتذكر اي سنه؟ هذه سنة 1956 56 نعم مين كان مدير الأمن العام أيام؟ كان مدير الأمن العام بهجة الطبارة والمساعد هذا لما راح كروب سنة 56 بعدها بسنة يمكن بعد نعم. هذا الحكي كان مدير الأمن العام صار فصل الأمن العام عن الجيش بموجب قانون نعم اسمه قانون فصل الأمن العام عن الجيش نعم وسمي من هذاك الوقت بقانون فصل الأمن العام عن الجيش وصرنا مستقلين احنا وتعين المرحوم الفريق بهجة الطبارة مدير أمن عام ومساعده الزعيم رحمة الله عليه عبد الحليم الساكت الزعيم يعني رتبة عميد الآن رتبة نعم الزعيم عبد الحليم الساكت فأنا بقيت بالضابط بالعبدلي مباحث هذيك الأيام نعم بالعبدلي واتصل في المرحوم عبد الحليم الساكت من مديرية الأمن العام وقال لي اتحرك استلم مادبا من المرحوم رشيد الروسان نعم رحت إلى واستلمت مقاطعة مادبا وظليت قائد مقاطعة مادبا كانت يعني زي مدير شرطة اليوم مقاطعة يعني استلمت مقاطعة مادبا على أثر الهوشة أنا بقصد مدير مقاطعة زي مدير الشرطة اليوم يعني قائد درك نعم. كانوا يسموه قائد درك مادبا نعم. فلما رحت هناك رحت في حادث يعني خطير كان نعم. اللي هو الـ 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 الهوشة اللي صارت مشاجرة عشائرية بين أطراف مشاجرة كثير. بين أطراف كثير بين أهل مادبا وبين البلقاوية وشي من هالنوع فرحنا وأنا طبيعي نفس الأسلوب تبعي استعملت نوع من الشدة ومن وجمعت الوجهاء من كل الوجهاء العشائر وعملنا ميثاق بينهم وانهينا المشاجرة نعم. وراح طبعا قتله فيها نعم. قائم المقام ايامها مين كان كان قائم المقام خالد حجازي رحمة الله عليه وفي ساعدكم ايضا القاضي الصلح القاضي عبد الله عربيات رحمة الله عليه نعم طيب يا ابو عمر في موضوع كثير حساس بيهمني انه انت انتقلت لعمان خلينا نقول للمباحث كأنه أعتقد هيك ورد بكتابك و طلب منك وزير الداخلية أنك تفتش سيارة أحد النواب اللي ألقى خطبة نارية ومعارض في مجلس النواب وأصر عليك وزير الداخلية المعروف هذيك الأيام رياض النايف المعروف بقوة شخصيته وصلابته لازم تفتش سيارة ذلك النائب الحكي هذا أي سنة كان 53 52 هذا سنة 1900 و
يعني بالخمسينات؟ بالخمسينات بنهاية الخمسينات. نهاية الخمسينات. كان كنت أنا بصفتي ضابط مباحث عمان، انتقلت وقتها من نابلس، كنت ضابط بنابلس وانتقلت لعمان. كان قائد الشرطة المرحوم محمد المعايطة، وكان بعد الإنجليز كانوا موجودين يعني. هذا قبل 56 الحكي. كان البرلمان هذيك الأيام يعقد كل جلستين في الأسبوع، وكنت بصفتي ضابط مباحث عمان كنت تابع للسير باتريك كوغهل اللي هو مدير المخابرات، يعني منقول له مدير المخابرات، كان اسمه مدير المباحث العام السير باتريك كوغهل، أنا تابع له بقيت ضابط مباحث عمان. كنت أحضر جلسات مجلس النواب بصورة منتظمة. طيب. فاليوم من واحدة من الجلسات خلص النواب، أنا نزلت، قام وزير الداخلية المرحوم رياض المفلح. قال لي، كان طالع منفعل شوي، وقال لي عبد الله حط هذا النائب بالسجن. بس خذ هذا النائب بالسجن. طبعا انت بدناش تقول مين نائب، لكن معروف نائب انه يعني للتاريخ، انا حاب اذكره، انا بدي اتحمل نقول هو يوميته يعني من الشيوخ المعارضين بالبرلمان الشيخ سعود القاضي. هو القى خطاب، هو كان معارض الشيخ سعود، والقى خطاب بمجلس النواب، خطاب شديد اللهجه. يعني فبتعرف هذيك الايام ما في يعني رياض المفلح رحمه الله عليه ما بيعترف بالمعارضه وغير المعارضه، زلمه شديد كان معروف عنه يعني. فطلع قال دغري، لانه هذا قال لي حط الشيخ سعود بالسجن. فانا الحقيقه يعني واحد شيخ عرب، شيخ من عشان هيك انا بدي ليش تسالسه، انتوا الان رغم صرامتك ورغم يعني شدتك في هذا العمل، لكن لما بتاخذ الموقف دبلوماسيه كنت دبلوماسيا في مع اتصال من فلسطين، تسمح لي اخذه بس؟ تفضل ونستمر. مساء الخير. الو. تفضل. مساء الخير. الله يمسيك بالخير. تفضل اخ محمود. تفضل يا سيدي. اول شيء بدي امسي عليك. تفضل سامينك. بدي امسي عليك وامسي على ضيفك العظيم. الله يكرمك. مين معنا بس؟ شكرا. نعمة الفانك. والنعم. انا من تلاميذ ابو عمر. ما شاء الله، احنا معظوظين يا سيدي. وخدمت في معيته في كلية الشرطة وفي نابلس، وانا من مؤسسين الامن في الامارات بتوجيهات ابو عمر. ما شاء الله، بارك الله. فانا مؤسس مرور ابو ظبي والمرور الاتحادي وشرطه العاصمه، ما شاء الله، وكله بتوجيهات ابو عمر، وهو نحن نفتخر فيه، وهو مثلنا. ما شاء الله، مثلنا الاعلى، ولا تزال محبته، وهو من رجالات اللي لا تزال بصمته في على الامن لا ما بيكره اي انسان. وهو من مؤسسين الامن، و التعليم اللي علمنا اياه الاستقامة والإخلاص والوفاء والولاء على حب البلد وحب سيدنا. فأنا بدي أشكركم على هاي المقابلة، والحقيقة إشي برفع الرأس، وهو من رجالات الأردن اللي نحن بنفتخر فيهم. تسمح لنا احنا نشكرك أيضا. شكرا. وتشرفنا، تشرفني يوم تكون ضيف برضه فارس من فرسان البرنامج يا سيدي، شرف لنا. انا بتشرف لانك انت برضه انت رجل مفخره. الله يكرمك، هذا لطف منك. انا بتشرف تكون ضيف يا سيدي باي لحظه من خلال القناه، احنا جاهزين لتكون ضيفنا. شكرا. بارك الله فيك استاذ نعم من فرس. انا بتشرف يعني، اذا قد ما بدي احكي عن عبد الله باشا يعني. شكرا. ما في اي شيء. بارك الله فيك. شكرا يا استاذنا. كل الاحترام على التواصل معنا.